بسم الله الرحمن الرحيم. الآن معنا إصابة ثالثة من مدينة مصراتة، نتعرف على المريض. علي محمد علي قليوان، وين إصابتك يا علي أنت؟ إصابتي هو في الجنب، يعني جانب الأيمن من هنا. هل تلقيت علاج في تركيا هنا ولا ما زال، أو وصلت لنتيجة أو تماثلت للشفاء هنا أو ما زال يعني؟ والله لحد الآن ما وصلت النتيجة، ولكن يعني نشكر زملائي هنا في تركيا، وزملائي هنا لم يوصلوا نتيجة ان العلاج يعني بالهون، يعني ما فيش علاج هنا في تركيا. يعني انت تقصد انك انتم المرضى تساعدوا في نفسكم بنفسكم يعني؟ والله الحمد لله، يعني ما فيش داعي نشكر لك نفسي، يعني الحمد لله، يعني ساعد في المرضى هنا، واللي بشيء نساعده، ونعتبر هذه المساعدة لوجه الله. ايه، بكونك انك انت يعني اصابتك في بطنك وتقدر تتحرك على رجليك، فالمرضى اللي يستحق شيء تقدر تقدم له خدمة انت يعني. ان شاء الله، حتى هو ما نقدرش نتحرك، يعني الحركة اللي هي مضبوطة، ولكن نضغط على نفسي ونتحمل في نفسي في سبيل الجماعة اللي قاعدين هنا. يعني بارك الله فيك. يا علي، من نسألك انا عن الوضع الطبي هنا بصفة عامة في المستشفى. هل من انت تسمع في الشكاوي من الجرحى التنين وكذا، هل تقدر تعطينا صورة او فكرة على هذه المعاملة يعني؟ بالنسبة للوضع الطبي، يعني في اللي داروا عمليات هنا في تركيا، حتى نسبة النجاح حتى 50% ما فيش، يعني زادوا ضروهم. وفي اللي قاعدين هنا بالعشرين يوم، يعني حتى النظافة وحاجة ما فيش، يعني لقينا هنا هم لما ينظفوا زي ما يجي معمر ليبيا ويجي المنطقة ويبوا ينظفوا، يعني نفس البرنامج، يعني يديروا في الحاجات اللي لما يجي وزير ولا يجي مسؤول ولا حاجة يبدأ ينظفوا ويبدأ يديروا في الحاجات اللي. يعني لا، لما بيجي مسؤول او اي شخصيه بتكون بزياره المستشفى تلاحظ انه فيه اهتمام، والدكاتره موجودين وطاقم التنظيف كله موجود. والان تو فيه حتى النوافذ والحاجات ينظفوا فيهن، يعني متوقعين ان هذه الليله ان يجي مسؤول او بكره يجي مسؤول الصباح. يعني بنسالك على اللجنه اللي متكفله بالجرحى هنا، شنو هي وضع اللجنه معكم يعني؟ والله وضع اللجنه، شو بنقول لك، وضع اللجنه هذه ما عادش عرفنا كيف احنا. من جهه يقولوا والله في ناس متبرعه بفلوس وتو يعطوه لكم، ومن جهه يعني يذوب علينا في اسبوع يعطونا 100 ليره، وهذه ثاني تو مره يعطوا فينا في 200 ليره، يعني لينا 20 يوم اعطونا مره 100 ليره والمره الثانيه 100 ليره. يعني تشعر ان في تقصير من جانب اللجنه، مش مغطيه مش مكفيه يعني؟ في تقصير كبير يعني. ولما احنا نعملوا هنا مثل مشاكل او انتخابات او حاجه اتصاب، من جهه هم يقولوا لا المفروض ما تعملوش هيك، ومن جهه يقولوا هم والله انتم المفروض عملتوا هيك. وكانت بالاسبوع القادم، الاسبوع المقبل، عندنا مشكله متاع الجثمان هذه المرحومه. الاسبوع الماضي تقصد يعني؟ الاسبوع الماضي المرحومه هذه من مدينه مصراته، والمرحومه الشنطي يعني. والحمد لله يعني وفرنا، وقلنا نبوا نأجر حتى طياره عليه من على حسابنا، يعني عشان يوصلوهم هذيهم. وعملنا يعني انتخابات لوطه، وقاموا بالمظاهرات، مظاهرات يعني او اعتصامات يعني. او اعتصامات دي، وقاموا برفع الجثمان يعني. يعني من خلاصه كلامك نقدر نفهم بان اللجنه يعني انت بتشكرها، بس ما فيش اي نتيجه تتقدم فيها لنا يعني؟ ما فيش ولا اي حاجه. اللجنه لما دونا لهم قالوا احنا عملنا لجنه بروحنا، يعني جايين هيك وخلاص، قالوا احنا عملنا هيك يعني من باب يعني زي المدرين علينا جميل. تقصد انهم جايين كمرافقين، بعدين هم شكلوا لجنه بروحهم هنايا وبدوا. ايوه، واحنا اهو الحمد لله. هذا طبعا حداي واحد المطردي، هذا كان في الطابق الثامن، وحداي عمر دشلم، وهذا المطردي يعني يحاول حتى عمليه الانتحار من فوق. هو كان في مريض اسمه سراج النعاس، هذا سمعت انه مشي لمصر على حسابنا يعني، لان هنا ما وصلتش النتيجه يعني. مظبوط، هذا راح يعني على حساب مصر، وفي اللي راحوا لمناطق اخرى، مستشفيات اخرى، لان ما درهمش ولا حل هنا. في اللي واللي عملوا لهم عمليه لم يطلعوا لهم الطاقه او الشظيه، ما فيش بكر يعني ما فيش اي عمليه اخراج للرصاصه او الشظيه، غير بالاسم عمليه بس، يعني من باب المجامله هيك بالاسم عمليه. مظبوط يعني، سمعنا ان في اللي يقول انت ما عندكش حل هنا يعني. وفي اللي يومتها بيركب في الطياره، قالوا له انت ما تمشيش في الطياره عشان يديروا لك عمليه. هي راحت مشت الطياره، قالوا له احنا ما عندناش لك اي عمليه. يعني شدوه وما دروا لهش حل يعني. ما دروا لهش حل. بل كاين في المستشفى هذا كاين في مريض اسمه محمد جمال سوي، بدا يعتبر اصغر مجاهد من مدينه مصراته، عمره 8 شهور يعني. والله شنو الوضع اللي تلقاه في المستشفى هنا من العيادة الطبية؟ والله جمال هذا ان شاء الله ربي يفرج عليه. طبعا هو العائلة بتاعه والطفل الصغير هذا عمره 8 شهور، كان مضروب من كتاب القدافي في مصراته، ومضروب في عيونه هيك وفي خشمه، ومدرين لبلاتين يعني في الفم في فمه، ويعني كل يوم يقولوا له بكره، كل يوم بكره، بس امس يعني راح مشي المستشفى اخر، وان شاء الله ربي يشفيه ويشفي هذا المريض يعني. ان شاء الله. شكرا يا علي وبارك الله فيك. عفوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نجري لقاء مع المصاب أحمد مفتاح الدبيبة. ايش عمرك يا أحمد؟ 28 سنة. أحمد نبوك تحكي لنا عن الوضع الطبي والصحي والتمريض والنظافة في مستشفى أتاتورك في إزمير هنا. والله ايش بنقول لك، كلم من ناحية الطبي ده في مستشفى أتاتورك بتهيالي مصيراته أفضل واجد من أتاتورك، كنظافة كمعاملة كتمريض كطب الوضع يعني افضل المصيرات يعني قبل المحنه ولا خلال المحنه؟ يعني قبل وبعد، قبل وفي المحنه. يعني انت لو قعدت في مصيراته في مستشفى راني متريح الحمد لله، ممكن حتى ممكن روحت لحوشكم. يعني مش غير روحت لحوشنا، احتمال ترجع للجبهه. نرجع حتى للجبهه. باهي الوضع، النظافه، الدكاتره هنا هي عاملوا فيكم كويس؟ عاملوا فيك يعني معامله باستنكار وباستفرادك ولا كيف؟ لا 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 ما عبروش فينا بكر. يعني بعد الدكتور لما يجيك يشوف حالتك كذا، هل يفهم فيك في حالتك شنو هي ولا يشبه في حالتك؟ لا 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 ما فهمش فينا بكر. حتى الغيار، برنامج الغيار واحد، يا احنا نطلبوه برنامج غيار، هم ما يجوش يغيروا لنا بكر برنامج تغيير الجرح. انا سمعت ان في وحدين جرح نتاعهم قعد بستة وسبعة ايام، يعني في واحد منهم يعني ما فيش داعي ذكر اسماء، انه ممكن حتى الجرح نتاعه ولا اخضر يعني. ولا اخضر، فيه واجدين وفيه اللي حتى فيه اللي طيحوا له معنوياتها، يقولوا لا انت مستحيل يصير منك الحركه، مستحيل يصير منها العمليه وكذا وتفشل. تدمير نفسي يعني. تدمير نفسي، تدمير نفسي كليا يعني. باهي نبي نسالك يعني عليه المرضى التانيين في المستشفى هنا، وحتى من خلال المستشفيات التانيه، يعني لو في اتصالات بينك وبينهم، هل الوضع في المستشفيات التانيه نفس الوضع هنا في مستشفى أتاتورك او في مستشفى تفرق على المستشفى الثاني يعني؟ يا ودي سوا باهي يعني تو في بعض، تو المريض اللي كان قبلك قال يشعر بان يعني الباخره جابت الجرحى من صلاته وبنغازي الى تركيا كان عباره عن ثوبه اعلاميه يعني. ثوبه اعلاميه مزبوط يعني. مزبوط كلام مزبوط، كل اعلام، هذا كل اعلام لتركيا. ماشي. وفي سماع الدو انه قال اول لما نزل من الباخره ونقول يعني الشخصيات ونقول كاميرا الكاميرات والصحافه تصور كذا، كانوا متوقعين انهم يلقوا عنايه فائقه هنا يعني. عنايه فائقه مزبوط، لكن صار احباط للجرحى. احباط كامل بالكامل. بني بنسك على اللجنة القائمة هنا على تسيير أو برعاية المرضى وشوف شو يبوا شو يبوا، شنو رأيك في اللجنة هنا يعني؟ يودينا أنا ما أعتبرهمش لجنة اليوم ولا نديرهم، لنا في لجنة بقى لدينا في يعني كاين في إهمال شديد من جانب اللجنة وتقصير إهمال يعني. كبير مش حتى إهمال كبير. وفي قول أنت لما جيت تركيا هل جواز سفرك معك يعني ولا لا؟ لا يعني لو كان معك جواز سفر هل كنت غادر زي المرضى اللي غادروا من اللي يمشوا لمصر وتونس وبريطانيا على طول انفسهم؟ على طول غادر على طول، لكن جواز سفر والله ما جبته معي. كان جبته معي راه مشيت اقل شيء وليت حتى ليبيا يعني من مصر وبعدين ولعت بغازي غادي. في بعض المرضى يقولوا ان يعني الوضع هنايا شبه انه يكونوا في حبس يعني. معتقد، احنا قاعدين في معتقل انا ونظام في النظام القدافي بالضبط، حتى بعد بيجي المسؤول يخش للقسم تاعنا يبقوا فيه نظافه، ينظفوا في 5 مرات 6 مرات في الحجره ينظفوا فيها في اليوم. تو في مريض قبلك قال يعني يلاحظ ان الطاقم تاع التنظيف انه ينظف ويسيق كل الغرف ويمسح في النوافذ، هل متوقع يعني هذا متوقع دليل ان في مسؤول جاي فعلا؟ يعني ممكن في مسؤول جاي الليله او بكره يعني. ايوه في مسؤول جاي. باهي بالنسبه للطفل محمد جمال سويب اصغر مجاهد مدينه مصراته قد يبلغ من عمره 8 اشهر يعني، شنو تقدر باعتبار انه ما هناكش يعني راح لهم على مستشفى ثاني، تقدر تشرح لنا على حالته شنو العلاج اللي لقاه هنا ولا ما لقاه شيء يعني؟ والله العلاج ما لقاه هنا في المستشفى نفسه، ما لقاه شيء. انا العلاج يعني كان في مستشفى عباره عن مقيم في فندق يعني، مقيم في معتقل مش في فندق، في معتقل مقيم في معتقل، وطلع وخرج الى 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 مستشفى خاص على حسابي، على حسابي الشخصي يعني، على حسابي الشخصي طلع. بقى شكرا يا احمد، ان شاء الله نسمع لكم الاخبار الطيبه ان شاء الله. بارك الله فيك، وان شاء الله ربي ينصره لنا في مصراته، ان شاء الله ربي ينصره ان شاء الله. وتبع تحياتك لاهل غادي ولا بعد تحياتي لاهلي طمنا ان شاء الله واصحابي وقروبي والشباب مصراته كلهم، ان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله، ان شاء الله بالنصر ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك. الله امس انا ولدي قرعت شويه كمان تعبني، ما عرفت نفس اليوم كويس. انا هضق عصير ترى شينجن. بيان من شمال طرابلس 50 ابريل.
السلام عليكم. اهلا 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 رضيبة، شو حالك يا بي؟ شو رايك لك زبطتك بالصوت؟ ها شو حالك يا رضا؟ الله يسلمك اخوي، الله يسلمك ويبارك فيك. الحمد لله ان شاء الله.